أزلف اللون أحلى سوسيترز في الكون، أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورت، وكما طلبتم مقابلة سيلينا. سيلينا غوميز لا تحب أعياد الميلاد عندما نتحدث، ولم يتبقى سوى يومها 28، قالت وهي تلوح بيدها وكأنها تبتعد عنها: أو أنا لست جيدة حقا في أعياد الميلاد. لقد تركت سيلينا تخطيط الحفلات لعدد قليل من الأصدقاء الذين رأتهم أثناء الوباء. تقول: لا أعلم، يبدو الأمر وكأنه ربما ينبغي الاحتفال بشيء مثل 30، أما بلوغ 28 أمر غريب بالنسبة لي. في دفاع سيلينا: لا شيء في هذا العام يشعر بالاحتفال لأي شخص بسبب هذا الوباء. هناك صفة متناقضة في المقابلات هذه الأيام، التحدث عن بعد بطبيعة الحال، لكن هناك علاقة حميمة مصطنعة. نحن نجلس في غرف النوم الخاصة بنا ونحن منفصلين عن بعضنا. نحن هنا لمناقشة ما بين أمور أخرى، كإطلاق خط مستحضرة التجميل والذي سمته بالرير بيوتي. لقد قالت أن هذا الاسم لطالما أعجبها وكانت تحتفظ به طوال العامين الماضيين. تقول: لطالما أردت اسم رير، الكلمة هي هوية علامتي التجارية وما أريد أن أكون، وهو ما يظهر للناس أن التنوع والاختلاف مهما كان يحدث ليس هناك مشكل. أردتك أن تشعر وكأنك مشمول. لا أستطيع أن أعدك بأنك ستشعر بمستوى عميق من التضمين في خضم جائحة تتطلب حرفياً العزلة، لكن يمكنني القول أنك ستعتقد على الأرجح أنك تبدو رائعاً أثناء ارتداء منتجات رير بيوتي، وهو أفضل شيء. فمثلاً البرايمر مثالي للبشرة لدرجة أنني أشعر أني مضطرة لتخطي الأساس مع مزيج من بشرتي الدقيقة اللون في لون زيتوني الأصفر والبني. تعال لنفكر في الأمر، هذا يبدو شاملاً للغاية. كريم الشفاه ليب مات ليب كريم هو جنة ضبابية مصبوغة. بطانة السائل ليست مزعجة للاستخدام حتى بالنسبة لأولئك الذين يكرهون عادة تلك البطانة السائلة. يبدو أحمر الخدود السائل أيضاً وكأنه تدفق حقيقي ويستمر طوال اليوم. من المضحك أن سيلينا وجدت نفسها في نفس الموقف في مجموعة تصوير خلال غلاف المجلة، حيث تطلبت منها إجراءات السلامة لفريق المكياج الخاص بها أن تقوم بمكياجها الخاص. تقول: لم أفعل ذلك من قبل، كنت متوترة قليلاً، كنت بالتأكيد فخورة بارتداء رير بيوري، ولكن كنت أتمنى أن أكون قد فعلت هذا بشكل صحيح، أتمنى ذلك. بعد بضعة أيام عندما جلسنا للحديث، لا تبدو سيلينا متوترة على الإطلاق، إنها تتسم بالهدوء والتوازن عند رؤيتها جالسة على سريرها تعانق ركبة واحدة على صدرها. هنا تتحدث المحاورة التي كانت تحاورها. من السهل أن تنسى أن المرأة التي أمامي هي نجمة موسيقى البوب. ألبومها الفردي الثالث نادر وصل إلى المركز الأول في الولايات المتحدة بقيادة نجاح الأغنية المنفردة Lose You to Love Me، وهي إحدى الممثلات اللاتينيات الأوائل التي قدمنا عرضاً لقناة ديزني، والمنتجة التنفيذية لبرامج تلفزيونية مثيرة للجدل مكتوبة وغير مكتوبة، تتناول موضوعاً يشمل صدمة للمراهقين منها الانتحار، ظلم قوانين الهجرة الأمريكية وغيرها من المواضيع. لم يكن هناك شيء محظور على منتقديها بما في ذلك جسدها، على الرغم من شفافيتها في تشخيص إصابتها بمرض الذئبة أو اللوبوس، أحد أمراض المناعة الذاتية، بعد أن خضعت لعملية زرع كلية عاجلة وجراحة ثانية لمضاعفات تتعلق بالعملية الأولى، ويمكنكم العودة إلى مقاطعنا السابقة لتفاصيل أكثر. وتعاملها مع ارتفاع ضغط الدم المستمر، كان وزنها يتعرض للانتقاد باستمرار. تقول سيلينا: كان لدي الكثير من المشاكل الطبية، لذلك كان وزني يتقلب كثيراً، كان الأمر غير عادل أن يتعامل معها شخص ما. شعرت سيلينا أيضاً ببعض التوقعات بأن تكون جنسية بشكل علني في مقاطع الفيديو الموسيقي الخاصة بها. تقول: لقد فعلت أشياء لم أكن أنا في الحقيقة. وتختار كلماتها بشكل أكثر تعمقاً، كان هناك ضغط لأبدو أكثر نضجاً في ألبوم ريفايفل. لا أعتقد حقاً أنني كنت كذلك، لا أعتقد أني كنت ذلك الشخص. في ربيع هذا العام ناقشت سيلينا موضوع السلامة العقلية بحرية مع مايلي سايروس على إنستغرام لايف،
حيث قالت: بعد سنوات من المرور بالعديد من الأشياء المختلفة، أدركت أنني مصابة بالاضطراب ثنائي القطب. أردت أن أعرف كل شيء عنه وأزيل الخوف منه. لقد شبهته بتجربة التغلب على خوفها من العواصف الرعدية عندما كانت طفلة. بدلاً من تدليلها، اشترت لها والدتها كومة من الكتب حول الطقس لكي تفهم هذا الموضوع ولا تخاف منه. تقول سيلينا: كلما ثقفت نفسك بهذا الأمر نقص خوفك منه. بعد أشهر لا تزال سيلينا تعالج تشخيصها بشفافية قدر الإمكان من هذا المرض، حيث تقول: لطالما كان لدي الكثير من المشاعر المختلفة ولم أكن أعرف كيف أتحكم فيها جيدا، كانت مختلطة علي، كان الأمر معقدا، لكنني أعتقد أنني سعيدة لفهم ذلك. وبمجرد أن اكتشفت المزيد عن هويتي شعرت بالفخر، شعرت أيضا بالراحة النفسية لمعرفة أنني لست وحدي وأنني سأستمر لذلك، سأكون دائما متحمسة، إنه شيء سأستمر في الحديث عنه بدون خوف. لإنشاء مساحة صحية تحد سيلينا من تناولها لوسائل الإعلام. إنها لا تقرأ التعليقات، لقد توقفت عن ذلك، ولا تنشر أي شيء على تيك توك. ينشر فريقها بشكل متقطع على حسابها للترويج لبعض المشاريع فقط، وهي بالتأكيد لا تستخدم جوجل. تقول إنها لا تبحث عن اسمها في جوجل. أوه يا إلهي، لم أفعل ذلك منذ سنوات، لم أبحث عن اسمي في جوجل، تقول عابسة ومرتجفة، ثم تتغير تعابير وجهها. أنا بصراحة لا أستطيع ولست قوية لهذه الدرجة، أنا قوية من نواحي كثيرة، لكن أعتقد أن لدي الكثير من القلب الحساس، لذلك لا أريد شيئا أن يجرحني. ومع ذلك فإن إحساسها بالتعاطف هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلها تشارك شخصيا في حساب إنستغرام الخاص بها، وهذا ما فعلت. فعندما نشر مشاهير آخرون ببساطة مربعا أسود Blackout Tuesday، اختارت سيلينا تخصيص أسبوعين من حسابها للبرامج التعليمية التي أنشأها قادة مؤثرون في حركة Black Lives Matter. تقول سيلينا: كان هناك الكثير مما لم أكن أعرفه، لقد كنت مستاءة جدا من الطريقة التي يعامل بها الناس، ووجود أشخاص في حياتي تعاملوا مع ذلك لسنوات وهم يروون لي قصصا لم يخبرونني بها من قبل. لهذا السبب كان ما فعلته بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي مهما للغاية، حيث شاركت كل هذه الأصوات المختلفة تجاربها. لم أرغب في أن أكون شخصا سينشر شيئا ما أو يقدم تبرعا، ولكن بالمناسبة لقد تبرعت سيلينا بشكل أساسي من خلال صندوق المساواة السوداء، ساعدت في البدء بالشراكة مع منظمة بلاس وان غير الربحية، ساعدت في إنتاج فيلم وثائقي على نتفليكس العام الماضي، وهو مسلسل يتتبع حياة أسر حقيقية تمزقها التنفيذات غير الإنسانية لسياسات الهجرة الأمريكية الحالية. تقول سيلينا: لقد أصابني ذلك بالجنون، كنت أعرف أني مرتبطة بذلك من نواحي كثيرة، كان الكثير من أفراد عائلتي مهاجرين وخلقوا حياة لأنفسهم هنا، لقد تم إبعادي مرة واحدة من كوني مهاجرة، أنا فخورة بهذا الجانب ممن أنا فيه، لكن عندما رأيت ما حدث للعائلات في الفيلم الوثائقي شعرت بالعجز الشديد والاشمئزاز والإحباط، لقد حزنت كثيرا، أردت فعل شيء يجعل الناس غير مرتاحين ويجبرهم على مشاهدة شيء ربما يريدون رؤيته أو لا يفهمونه أو لا يريدون رؤيته. تعتبر سيلينا الحياة غير الموثقة واحدة من أعظم الإنجازات في حياتها المهنية، وتقول إنها سلسلة دراما لنتفليكس مثلها مثل دراما أخرى كانت قد أنتجتها مثل 13 Reasons Why، والتي تتناول انتحار المراهقين، الاغتصاب والبلطجة وسوء المعاملة وقضايا الصحة العقلية وقضايا أخرى، سواء كانت غير مريحة أم لا، تعتبر غير ملائمة أم لا، فهي قد خلقت جدلاً، وهذا هو الشيء المهم. تقول سيلينا: أشعر أنه من المهم بالنسبة لي القيام بذلك، لقد نقدوه بشدة وتم حذف مشهد واحد على الأقل. تحركات سيلينا المهنية القادمة هي بالتأكيد أخف، على الأقل في الوقت الحالي. في جدول الأعمال عرض طبخ على قناة HBO Max بعنوان سيلينا بلاس شيف، ستكونون قد رأيتموه.
حيث تقوم هي ومجموعة من الطهاة المشهورين بإعداد وجبة طعام، كما أن هناك العديد من المنتجات التي ستطلقها في رير بيوتي. وعلى الرغم من أن حب سيلينا الأول كان هو التمثيل، إلا أنها ستواصل في الغناء أكثر، ومن الواضح أنها تستمتع بذلك. تقول وهي مبتسمة أثناء اللقاء على نطاق واسع ويبدو عليها الفرح: أود أن أقول بالتأكيد أنني رائدة أعمال، لكنني جديدة. هذا مصطلح غريب، إنه ليس بهذه الغرابة، إنه أكثر من أنني أصبحت أتحكم. أنا أتحكم بشكل كامل في حياتي وفي كل ما أفعله، لذا أود أن أقول نعم، أنا مسؤولة عن كل شيء في حياتي الآن وأسيطر. نتمنى أن تكون قد أعجبتكم الحلقة، كانت هذه بناء على طلب بعضكم. المرجو لمن يريد شيئا أن يبعثه عبر الخاص على حسابنا في إنستغرام، وسنحاول قدر الإمكان تلبية أكبر عدد ممكن إن شاء الله. إلى اللقاء، شكرا لكم، نحبكم.